بلوكينج ذا فيو للميجر بلوكس الخلفيه تكون ايجار ولا إيه. كله هذا احنا سياستنا الواجهه البحريه والسيتي سنتر هذه ما فيها تمليك كلها ايجار. هذا فندق الله يسلمك 5 مليون اوكي بس احنا ماخرينه شويه فاضيين التصميم هذا سيدي هذا هو الكتله اللي احنا نتصورها الله يسلمك لكن مجدول ايوه فهذه الكتله اللي نتصورها لكن there is a freedom for the designer to come up with what is required for the development itself. وهناك مجموعه برضه من الريزيدنس الهاي اند ريزيدنس اللي موجوده على البي البي هذه مكتمله اوريدي ومعمول حتى الباربل وحتى النافوره شغاله بدات تشتغل ميوزك فاونتن فمعمول هذا جزء من الديفلوبمنت للسيتي سنتر ما تدخل هنا اليخوت هذه الا تدخل منطقه البي كلها معموله دريجن لا ما في مرسى هنا مرسى سموها ايوه اللي هو نمشي بالخارطه الثانيه تفضل طالعك هذا السيتي سنتر اللي كنا على الموديل حقه وهذه منطقه البي المرسى الرئيسي حيكون هنا وفي مرسى الان رسيناه على شركه شغله هذه كلها هي الواجهه البحريه هذه كلها ال 12 كيلو للواجهه البحريه للسيتي اوكي انتوا اللي زرتوها اعتقد المنطقه ذيك هي اوريدي كومبليتد هذه المنطقه اللي تفضل سعاده الدكتور على انها هذا اتس بارت اوف المرسى وفي مركز حيكون مركز للعلوم هذا متحف ومتحف موجود في الجزيرة المائية لسه هذا في الديفلوبمنت الآن في الانفراستراكشر في الفيز اللي حتفتح بعد شهرين إن شاء الله وهذه منطقة مانل جروف منطقة بنحافظ عليها وهنا ميجر ديفلوبمنت حتكون في الجزيرة هذه الجزيرة هذه موجودة على السايت الآن قاعد المقاول قاعد يسوي الانفراستراكشر حق هذه المنطقة هذه آخر مرحلة واللي بدأت اوريدي في كم مدة إن شاء الله في فيزز ثري فيزز بدأناها إذا ما خانتني الذاكرة 2008 تقريبا بس متى بتخلص تقريبا؟ كلها باقي لها الفيز الأخيرة باقي لها 24 شهر آه ما شاء الله 24 شهر الفيز الأخيرة اللي هي تبدأ من هنا الله يحفظك وهذه كم؟ هذه خلصت أوريدي بعد شهرين خلصت المرحلة الأولى هذه الفيز الأولاني شغال الآن الفيز الثاني اللي فيه ميجر انفستمنت الريال استيت انفستمنت هذه بعد شهرين حتكون منتهية هذه المنطقة كلها انتهت هذا ترى شغال المجمع ايوه شغال اليوم تروح اذا حبيت تزوروه ان شاء الله باذن الله بعد اللانش في سايد تور للاريا كلها نسقوا مع المانجروف خلوا الدكتور يدخلوا جوا ويشوفوا الكواليتي حقت المنتجع ده هذه قائمة الان هذه قائمة